السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان لديك ملف ليتك لطباعة المعادلات والرموز الرياضية وتريد أن تحوله إلى وورد وطباعة المعادلات باستخدام ماث تايب، فيمكنك استخدام برنامج جريد اي كيو أو جريد إكويجن لفعل ذلك بسهولة. هذا أحد الملفات وعبارة عن صفحتين، اخترت من أحد الأبحاث التي نشرتها والتي تتضمن الرموز والمعادلات الرياضية وبعضها معقدة، وهذا الكود الذي استخدمته في كتابة هذه المعادلات. هذا الكود هو الليتك كود، وأريد أن أحول الملف إلى ملف وورد، لأن بعض المجلات الناشرة لا تتعامل مع الليتك وإنما تتعامل مع الوورد وماث تايب. فالعملية هنا تتم بسهولة. أولا ننسخ كل الكود هذا، ننسخه بهذا الشكل، ثم نفتح ملف وورد ونعمل لصق لكل الليتك كود الذي نسخناه بهذا الشكل. وعند تثبيت برنامج جريد اي كيو ماث يظهر هذا التاب. هذا التاب من هنا تستطيع تحويل ملفات الليتك أو الكود، هذا الكود، إلى ملف وورد كما سنرى. فنضغط على جريد اي كيو ماث، فنجد هنا عدة أنواع للتحويل، منها ماث تايب تو إكويجن، ومنها ليتك تو وورد، ومنها وورد تو ليتك. الآن سأستخدم هذا التحويل وهو ليتك تو وورد، وبإمكاننا أيضا عمل تحويل معاكس من وورد لليتك. فأضغط على هذا التاب وأختار Convert Selection أو Convert Document. إذا أردت تحويل جزء فقط من هذا الكود فحدد الكود واضغط على Convert Selection، وإذا أردت أن تحول جميع الكود، كل الكود الموجود في هذه الوثيقة، فاضغط Convert Document. نضغط بهذا الشكل، فيطلب منك أن تحدد اسما للملف الذي سيحتوي على المعادلات الرياضية، نسميه مثلا Document 1، وأضعه على الديسكتوب أسميه مثلا Document 2 على سبيل المثال، وهو من نوع LaTeX، ثم أضغط على Save. الآن تمت عملية التحويل وهنا معلومات، فنضغط على OK فيظهر هذا الملف. هنا السكشن الأول First Construction، وهنا المعادلات الرياضية كما ترون هنا، وهذه النظرية الأولى ورقمها باسم السكشن، النظرية الأولى في السكشن الأول، وهذه المعادلة التي رأيناها هناك. طبعا بإمكاننا أن نتحكم في الهوامش حتى تظهر المعادلة بالشكل الصحيح، وهنا كل هذه الرموز كتبت بالشكل المناسب، وهنا أيضا باقي المعادلات. لو احتجنا إلى تعديل بعض الأشياء، مثلا هنا لو أردنا أن نكتب 2 نستطيع أن نعدل كما نشاء في هذه المعادلات. وإذا استخدمت ماث تايب باستطاعتك أيضا استخدامه في تعديل كل هذه المعادلات لو احتجت إلى ذلك. أما بالنسبة للتحويل المعاكس، فهذه الوثيقة أريد أن أحولها إلى ليتك، فأضغط على Grand Equation Math تاب، ثم أختار Word to LaTeX بهذا الشكل، وأقول له Convert Document كلها، Convert Document، لأن أريد تحويل كل هذه الوثيقة مرة واحدة. وهنا أحدد اسما لهذا الملف، الملف الليتك، سميه مثلا Document 2 Tech، وأضغط على Save. هذا المربع يعني أن عملية التحويل تمت بدون أخطاء. نضغط على OK فنحصل على الكود. هذا الكود هو كود الليتك، والذي يمكن فحصه والتأكد من سلامته بفتح الوثيقة، وثيقة الليتك، باستخدام تك ستوديو على سبيل المثال، وأقول له فايل أوبن، أذهب إلى ديسكتوب وأختار دوكيمنت 2 تك بهذا الشكل، وأضغط على أوبن، ثم أعمل معالجة لهذا الملف. وهنا هذا الزر الأحمر معناه أن هناك باكيج يحتاج
الحصول عليها قبل عملية التحويل، وقد تأخذ عملية التحويل بعض الوقت. الآن انتهت عملية معالجة هذا الملف الذي تم تحويله من وورد إلى ليتك باستخدام برنامج جريد إي كيو، وهذا ما حصلنا عليه، هو نفس الملف الأصلي تقريبا مع ظهور بعض الاختلافات، وهو عملية ترقيم المعادلات، وهذه طبعا ممكن تعديلها حسب المرغوب به. وبالتالي استطعنا باستخدام جريد إي كيو تحويل ملفات ليتك إلى وورد، ثم العكس تحويل الوورد إلى ليتك، وهذا طبعا مهم إذا كانت الملفات هذه تحتوي على معادلات ورموز رياضية، ومهم لأصحاب التخصصات الرياضيات والفيزياء وكل من يستخدم المعادلات الرياضية. وبالله التوفيق.